بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الكابتن مصعب الشاعر، حياكم الله في قناتي. اليوم عندنا تصحيح أخطاء ضربات رجلين، راح أطبق لكم المهارة بشكل صحيح وبعدين بقول لكم الأخطاء الأكثر شيوعاً اللي يطيحون فيها أغلب الناس. قبل ما نبدأ مقطعنا اليوم حبيت أشكركم على الدعم القوي للقناة، الحمد لله رب العالمين. وصلنا 185 ألف متابع، إن شاء الله هدفنا القادم 200 ألف وبعدها المليون بإذن الله تعالى. أشكر جميع الدول العربية، كلكم على عيننا وراسنا، يلا حياكم معنا. كلنا نعرف في البداية أن ضربات الرجلين تكون من مفصل الفخذ من هاي المنطقة، في ناس وايد يحركونها من هاي المنطقة، خطأ، من مفصل الفخذ، نلاحظ مع بعض وبشكل تبادلي، هذه الطريقة الصحيحة. شوف مع بعض شنو الطريقة أثناء الانزلاق. أكيد أثناء السباحة بيكون في ميلان بسيط جدا، مو بهاي الطريقة، هاي الطريقة ترجعك للخلف. نركز مع بعض، الطريقة داخل الماي، شوف شلون الطريقة، هاي الطريقة الصحيحة. نلاحظ هذا الطريقة الصحيحة أثناء ضربات رجلين. نلاحظ أيضا الطريقة الصحيحة أثناء السباحة. الحين راح ابدا معاكم الخطا الاول، بس حبيت اذكركم في البدايه اليوم هي تصحيح اخطاء ضربات الرجلين، يعني الاخطاء اللي نطيح فيها اثناء ضربات الرجلين. طبعا انتم كمتابعين بتسوون اي مهاره او بتسوون اي شيء في السباحه، بتلعبون بتستانسون، ما ننسى الاحماء والتسخين يقينا من الاصابات. التسخين والاحماء في خارج المسبح في داخل المسبح، وايضا يكون من 5 إلى 10 دقائق. عندنا الحين الخطا الاول الاصابع او مشط القدم، شوفوا هاي الطريقة، هذه خطأ اثناء السباحة. لما بتسبح بهاي الطريقة راح يتم مكانك ثابت. نلاحظ مع بعض اثناء السباحة شلون؟ لاحظتوا في الخطأ الأول أصابعي شلون كانت للأسفل، خطأ. الأصابع أو المشط يكون مستقيم. نفس الطريقة في البداية اللي شرحت لكم إياها، الطريقة الصحيحة تكون أمشاطنا بشكل مستقيم. نلاحظ المشط، هاي الخطأ وهاي الصح. أوكي يا شباب، الحين ننتقل للخطأ الثاني. الحين الخطأ الثاني عندنا السباحة والقدمين أو الرجلين مفتوحة، نلاحظ شلون بهالشكل، ما يصير يكونوا متباعدين عن بعض. أيضا راح تتم مكانك أثناء السباحة، نلاحظ الخطأ شلون بيكون. شفتوا الخطأ شلون الثاني؟ الرجلين يكون وايد متباعدين من بعض. تصحيح هاي الخطأ لازم نسكر رجلينا يكونون قريبين من بعض ونسكرهم، وما ننسى الأمشاط يكونون بشكل مستقيم. الحين انتهينا من خطأين، ننتقل للخطأ الثالث. الحين عندنا الخطأ الثالث، تباعد القدمين بشكل مستقيم. نلاحظ هاي الطريقة، نحاول أن يكونون قريبين وبشكل تبادلي. نلاحظ هاي الطريقة الصحيحة، هاي الطريقة الخاطئة. شوف شلون، هاي ايضا تاخرك في السباحه. نلاحظ مع بعض الخطا، لاحظنا في الخطا الثالث شلون تباعد القدمين. هذا الشكل اغلب الاولاد يطيحون فيه، انه يفتح ريله عباله بيكون سريع. لا، ما راح تكون سريع، لازم تكون رجلينك تحت الماي، شيء بسيط تطلع خارج الماي بشكل جدا بسيط، ما نطلعها برا، هاي تأخرك ايضا. الحين ننتقل حق الخطأ الرابع.
عندنا ايضا من الاخطاء اللي تطيح عند الاطفال بالذات التوافق بين القدمين، هاي الخطا الرابع، التوافق بين القدمين. فنلاحظ ان اغلب الاطفال توافقهم مو بشكل صحيح، بعضهم يطقون طقتين طقه لحد الان مو متوازنين، بعضهم مع بعض طقه صح واحده غلط، فلازم يكونون بشكل تبادلي، واحده ثنتين واحده ثنتين. ها لاحظ مع بعض شو شلون، هاي الطريقه الصحيحه، هاي خاطئه، هاي خطا، هاي ثنتين واحده خطا. لازم يصير توافق. بعد بسوي لكم مقطع عن توافق بين القدمين وبين اليدين مع بعض، هاي ان شاء الله في مقطع قادم باذن الله تعالى. نلاحظ مع بعض الخطا اللي يطيحون عنده اغلب الاولاد. لاحظتوا شلون الخطا؟ ما في توافق بين القدمين، واحده يمين واحده يسار، طقتين طقه، لازم واحدة ثنتين واحدة ثنتين بشكل تبادلي. ما ننسى الأخطاء اللي ذكرت لكم، الخطأ الأول الأمشاط يكون بشكل مستقيم ما يكون للأسفل، والخطأ الثاني رجلين ما يكون متباعدين تكون قريبين من بعض، والخطأ الثالث إنه ما في تباعد بشكل مستقيم لازم يكون قريبين من بعض، وهاي الخطأ الحين الرابع اللي قلناه يصير التوافق بشكل صحيح. الحين ننتقل حق الخطأ الأكثر شيوعا بين الناس كلهم سواء أطفال سواء كبار. الحين ننتقل حق الخطأ الخامس، تحريك الرجلين بشكل السيكل. نلاحظ بهاي الطريقة وبشكل سريع، وبالذات يعني عندي حين متدربين أول يوم يجون عندي، لأن بعطيهم عن تدريب ضربات رجلين ما يطبقونها بشكل صحيح. هذا الشكل الصحيح، نشوف شلون بشكل تبادلي أغلبيتهم يسوون هاي الطريقة مثل السيكل. هاي أيضا تأخرك في السباحة وترجعك للخلف. نلاحظ مع خطأ، هاي الأخطاء كلها تقريبا خمس أخطاء تصير أثناء ضربات الرجلين. قبل فترة سويت لكم عن أخطاء اليدين، تقدرون ترجعون تشوفون الحلقة، وأيضا سويت قبل فترة عن تصحيح أخطاء ضربات الرجلين، تقدرون ترجعون لها مرة ثانية بعد إن شاء الله. بعد كتبوا لي في الكومنتات شنو تحتاجون من مهارات، شنو تحتاجون من تحديات، ترقبوا أيضا التحديات القادمة اللي بسويها بين الأطفال إن شاء الله في المسبح، والله يعطيكم العافية إن شاء الله. لا تنسون الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. يلا مع السلامة.